جلسة افتتاحية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، حيث شهدت الجلسة عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، كما شهدت عرض قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني. في بداية دور الانعقاد العادي الثالث، ألقى رئيس مجلس النواب كلمة أعرب خلالها عن خالص تقديره للأعضاء متمنيا لهم التوفيق في دور الانعقاد الجديد، مؤكدا أن دور الانعقاد الجديد هي بداية يتجدد فيها العزم والأمل على استكماله بإصرار وإخلاص. رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلا زال الدرب طويلا. في الجلسة ذاتها تمت الموافقة بأغلبية الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 3 أكتوبر 2022، وجاءت الموافقة من النواب تقديرا للدور المحوري للقوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر. نؤكد دعمنا الكامل لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة التحديات التي فرضتها الظروف الخارجية وفي كافة التحديات التي تصنعها الجماعات الإرهابية. نؤكد دائما على تماسك جبهتنا الداخلية ووقوفنا صفا واحدا خلفه في الميدان. الجلسة شهدت أيضا إحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، منها قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين مصر والوكالة الفرنسية بمبلغ 1.5 مليون يورو، كما أحال رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بنظام هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى. بعد قرابة 90 يوما من الأجازة البرلمانية، جاءت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني بدعوة من رئيس الجمهورية ليبدأ المجلس مهامه بالرقابة والتشريع. من مجلس النواب، رمضان المطعمي، النيل. أجدد لكم التحية وأرحب بضيفي في هذه الوقفة الحوارية، الكاتب الصحفي الأستاذ عاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر. مرحبا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بحضرتك ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أستاذ عاطف، كيف تابعت جلسة اليوم الافتتاحية مع دور الانعقاد الجديد؟ تابعتها كمصري مهتم بالشأن العام ومهتم بالشأن السياسي ومهتم بالشأن البرلماني. هذه الجلسة يعني بيتم بها افتتاح دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان الحالي، البرلمان الثاني بعد دستور 2014 وبعد ثورة 30 يونيو. هذا البرلمان يعني اللي اتسم اداؤه في الفصلين التشريعيين الماضيين بالهدوء وبالروية وبالتعاون الجيد ما بين البرلمان وبين الحكومة، وهذا لا ينفي على الإطلاق قيامه بدوره المنوط به سواء الرقابي أو التشريع أو السياسي. لكن على الإجمال زي ما بقول، كان رغم الملمات ورغم الأزمات ورغم ما نمر به من أزمة اقتصادية أو غيره في العالم كله بتنعكس علينا يعني في الداخل، إلا إن البرلمان يعني كان هادي وكان زي ما بيقولوا كده نفسه هادي، يعني غير بقى الدورة أو البرلمان الأول اللي كان بعد الثورة وكان بيترجم، كان بيجري عشان يترجم مواد الدستور إلى قوانين دستور 2014، وكان قدامه مهمة يعني كبيرة جدا إنه ينجز عدد كبير جدا من التشريعات القانونية أو التعديلات على القوانين، وبالتالي خرجت بعض القوانين اللي كانت تحتاج إلى إعادة نظر أو إلى إعادة يعني إعادة تعديل أو يعني يطرأ النظر فيها مرة أخرى لتعديلها.
بما يتسم يعني والمنوط بها او المطلوب منها يعني. نعم، اذا ما تحدثنا عن المنتظر في الدور الجديد ويعني اهم القضايا ومشروعات القوانين التي من الممكن ان يكون هناك تركيز عليها، خاصه في ظل تحديات كبيره بتواجه مصر في الفتره الحاليه على المستوى الاقتصادي. يعني هنقول ان شاء الله باذن الله منتظر في هذه في هذا الفصل التشريعي يعني او ان في بعض القوانين مهمه، يعني زي ما قال يمكن المستشار جبالي النهارده في كلمته، يعني احنا بس مش بنكتفي بدورنا في التشريع او الرقابه او غيره، احنا بنقوم البرلمان يعني بيقوم بدور مهم جدا في التعاون مع الحكومه لمواجهه التحديات اللي بتمر بيها مصر، خاصه في ظل الظرف العالمي الراهن اللي احنا قلنا عليه او اشرنا اليه، التبعات او تداعيات جائحه كورونا، الحرب الروسيه الاوكرانيه، وما يستجد كمان من الامور كل يوم في تطورات في هذا الامر بالذات، يعني تطورات مخيفه ومرعبه، ربنا يسلمنا منها ويسلم بلادنا منها ان شاء الله. في دور مهم جدا في التعاون مع الحكومه لتدارك او لاخراج عدد من القوانين مشروعات المقدمه سواء من الحكومه او من عشر الاعضاء الموجودين في البرلمان، لكن في كل الاحوال هي مواجهه الازمات هي للدخول، طبعا للدخول كمان في الجمهوريه الجديده، مواجهه الازمات والتعاون مع الحكومه والاداء المشترك يعني او الاداء اللي فيه توافق ما بين البرلمان وبين الحكومه، وطبعا الضلع الثالث كمان ما ننساش مجلس الشيوخ، طبعا طبعا مجلس الشيوخ له دور مهم جدا وبيشيل جزء من العبء على على مجلس النواب لانه بيشوف او بيدرس مشروعات القوانين المقدمه قبل ان يحلها الى سيد النواب او رئيس الجمهوريه. كل هذا بيقول ان احنا لدينا يعني لدينا دلوقتي مؤسسات برلمانيه راسخه، لدينا مؤسسات برلمانيه بتؤدي عملها في اطار مصالح الدوله العليا في انها يعني تنجز ما هو مطلوب منها فيما يخص القوانين. انا شايف ان الفتره اللي جايه يعني يمكن الملف الاقتصادي هيبقى له دور كبير جدا في القوانين المقدمه لي او في التشريعات الخاصه بالاقتصاد بالذات. يمكن انا النهارده استوقفني يعني خلينا نقول ده من اهم يعني قبل ما نقول بعض مشروعات القوانين اللي ممكن يتم دراستها في هذه في الفصل التشريعي القادم يعني، لكن انا استوقفني المبادره اللي قدمها وزير الخارجيه في الامم المتحده السفير سامح شكري، اسف الوزير سامح شكري، فيما يخص مبادله الديون العالم الثالث او العالم النامي او الدول الفقيره يعني بمشروعات استثماريه مع الدائن مع الدول الدائنه او مع الدائن. اعتقد ان ده موضوع مهم جدا لانه هيخلينا في كاهل كبير ممكن نزيحه من على اكتافنا، ممكن نستقطب من خلاله استثمارات. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لكنه اعتقد انه برضه العمليه هتبقى محتاجه دراسه متانيه من البرلمان والدوله بشكل عام يعني، مع املنا في ان بعض الدول تستجيب لهذه المبادره لانها ليست مبادره خاصه فقط بمصر، ولكنه عندما اطلقها الوزير المصري سامح شكري في اروقه الامم المتحده فهو اطلقها لكل الدول اللي بتمر بظروف زي ظروفنا في ظل هذه الأزمة العالمية اللي بيمر بيها كل العالم كله وبتداعياتها أو أثرها يعني السلبية بتلقي بظلالها الكثيفة علينا وعلى دولنا. بنتحدث أيضا عن انتظارنا لمؤتمر اقتصادي هام قد ينجم عنه حالة من الحراك فيما يتعلق باقتراحات لقوانين وتشريعات أو أفكار يمكن أن تطرح من خلال هذا المؤتمر، كيف يمكن تحقيق هذا التواصل ما بين مجلس النواب وما بين عمل الحكومة وعمل يعني أطياف الشعب المختلفة لإحداث نوع من أنواع التطوير المستمر فيما يتعلق بالقرارات الهامة في مجتمعنا؟ يعني هم منوط بالمؤتمر الاقتصادي ما بيبقاش المؤتمر الاقتصادي ما بيركزش على إنه يخرج تشريعات أو يخرج مشروعات لقوانين، توصيات طبعا، هو بيبقى فيه توصيات وبيبقى فيه ما يشبه يعني دعوة للإصلاح بشكل ما يعني أو رؤية
إصلاحية لي أو رؤية مختلفة عنهم عن ما هو موجود يعني. وفي كل أحوال بيستهدف أنه ينشط الاقتصاد ونشط الاستثمارات. إحنا بقى الحكومة عشان تنفذ الكلام التوصيات هذه التوصيات أحيانا الأمور بتحتاج إلى تشريعات قانونية عشان تبقى المسألة ما فيهاش خروج عن الدستور وخروج عن القوانين وتبقى ملزمة لكافة الأطراف المنوط بها أو الشغالة في المسألة أو في العملية يعني. من هنا الحكومة بتتلقف التوصيات هذا المؤتمر وبتبدأ تحولها لو في محتاجة لتشريعات، سواء تشريعات تحفيزية، سواء تشريعات تضبط الأداء، سواء تشريعات ضرورية على قوانين موجودة، سواء تشريعات تشجع الاستثمار، تسهل من عمليات الاستثمار، تساعد على جلب الاستثمارات. كل هذا الحكومة المفروض لديها خبراءها ولديها طباخين، احنا كنا بنقول عليهم طباخ القوانين، طباخين القوانين وطباخين المهرة، بيطلعوا قوانين جيدة خاصة يعني قوانين جيدة ومنضبطة ما تحتملش بعد كده الطعن عليها أو طعن على عدم دستوريتها. من هنا بنقول ان الحكومة بتتقدم بمشروعات هذه القوانين للبرلمان، او حتى اعضاء البرلمان ممكن احد اعضاء البرلمان في اللجان النوعية يعني ممكن يتقدم، الخاصة بالاقتصاد او غير الخاصة حتى بالاقتصاد في الجمعية العامة يعني او في البرلمان خارج اللجنة النوعية يعني، يتقدم باقتراح بمشروع قانون ويتم مناقشته ويتم التصويت عليه ثم اخراجه او رفعه للسيد رئيس الجمهوريه لاقراره يعني. الى اي مدى في الدوره الماضيه استطاع مجلس النواب ترجمه بعض القضايا الجماهيريه لقوانين تعمل لصالح الشعب او الاطروحات نراها على ارض الواقع اثرت تاثيرا ايجابيا بشكل اخر؟ يعني خلال الدوره اللي فاتت على طول او الفصل التشريعي اللي فات كان مليء فعلا بالعمل الكثيف والعمل الكبير، أكثر من 500 مناقشة، أكثر مناقشة بموضوعات، أكثر من موضوع سواء ده على المستوى التشريعي، على المستوى الرقابي أنا آسف، مستوى رقابي أكثر من 500 طلب إحاطة، أكثر من 500 اقتراح تقدم وتم مناقشته، عدد كبير جدا من المشروعات على المستوى بقى التشريعي، طبعا ده غير طلبة الإحاطة والمناقشة وغيره. بالنسبة لمشروعات القوانين هناك عدد كبير، أكثر من 300 و300 وما يقرب من 350 مشروع قانون تم العمل عليها أو تعديلها بعدد ما يزيد على ما يقرب من 2000 مادة. تم العمل على عدد كبير من هذه المشروعات القوانين لإخراجها. خلينا نتذكر منها كمان ما يخص بشكل أساسي جائحة كورونا والإجراءات اللي كانت مطلوبة، ده بالنسبة على الصحة، على المستوى الصحة يعني، المجلس المصري للصحة على قانون مشروع قانون مجلس الصحة، على مشروعات كثيرة أخرى يعني تم إخراجها، الجامعات الخاصة في التعليم، المشروع قانون الجامعات الخاصة، تعديلات قانون الجامعات الخاصة اللي كان معمول من سنة 2009، مشروعات التعليم، في مشروعات في التعليم، مشروعات في الصحة، مشروعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وده مهم جدا يعني. مسألة الأمن القومي كان ليها نصيب كبير في عدد من القوانين والمشروعات اللي خرجت عشان حفظ الأمن القومي المصري يعني. وإلى أي مدى شهدنا هذا التواصل ما بين المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خاصة وأن مجلس الشيوخ كان يعني مستحدثا؟ يعني خلينا نقول كان برضو النغمة كانت هادئة، التواصل كان رائع يعني. يمكن ما في الصحافة احنا ما فيش لا قدر الله ما فيش مشاكل يعني تابعناها، المجلس الشيوخ كان بيقوم بدوره بيأدي مهامه المنوطة بيها، هو بيقدم مقترحات بيقدم توصيات، هو ده دوره، بيحيل المشروعات القوانين كانت بتروح له، كان بيناقشها وكان بيحلها إلى مجلس النواب ويقول له رأيه فيها أو للرئاسة، وكانت الأمور هادية جدا وكان في تعاون مثمر ليس فقط ما بين الحكومة والمجلس النواب ولكن أيضا الحكومة ومجلس الشيوخ. خليني أقول لك أيضا أن طبعا من ضمن المهام المجلس النواب برضو لازم نشير إليها هي مسألة التخطيط العام للسياسات الدولة، الموازنة، مناقشة الموازنة وإقرارها، الموازنة العامة،
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كل ده برضو يعني كان وبيتعرض برضو على مجلس الشيوخ، كل ده كان بيدور في المثلث مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحكومة. وكان برضو في ده ما منعش ان في طلبات مناقشة وطلبات واستجوابات ومناقشات مع الحكومة ومناقشات داخل اللجان النوعية، كان بيتم استدعاء ممثل الحكومة فيها. كافة اللجان النوعية في 25 لجنة نوعية في المجلس كانوا شغالين وشغالين يعني نشاط ملحوظ يعني، وكنا بننشر في الصحافة أخبارهم على طول، أخبار شغلهم، وكانوا بيستدعوا المسؤول في الحكومة فيما يخص مشاكل الناس وفيما أو في السعي للوصول إلى حلول لبعض المشاكل. خلينا نقول إن هذه الدورة في قانونين مهمين جدا برضو، عشان نقول بما إننا بنتكلم على الناس ومشاكل الناس، في قانونين مهمين جدا منوط بهذه الدورة اللي بدأت النهاردة إنها تناقشهم أو تناقشهما، هو قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون الإيجارات، قانون الإيجارات القديم. دول قانونين مهمين جدا وبيمسوا الحياة يعني حياة الناس بشكل كبير. وأعتقد إن شاء الله بإذن الله هذه الدورة هينتهوا من مشروع القانونين ويصبحوا يعني إن شاء الله يبقوا صالحين للعمل. خلينا أقول لحضرتك قبل ما ننتقل لأي لسه ما زال يعني الملحوظة برضو اللي أنا عايز أقولها، إن المجلس يعني الناس لسه فاكرة أو متصورة إن عضو مجلس النواب هو عضو خدمات أو يمكن دي النغمة دي قلت شوية في الشارع يعني قلت شوية، أنا لاحظت إنها قلت شوية في الشارع المصري. لكن ده خلينا نقول يا ريت نعجل أو يا ريت يعني عشان نزيح هذا العبء عن كاهل النائب اللي بيمثل الشعب، لأن الناس بتقيس أو بتدي صوتها أو بتقيس أداء النائب ب يعني وجوده في الدائرة وتقديمه للخدمات. لما لو قال لهم، لو في نائب قال إن أنا مش بتاع خدمات أو إن أنا المفروض دوري مش ده مش دوري يعني، ده بتاع المحليات، ده دور المحليات، نائب المحليات، وأنا دور التشريع والرقابة، الناس هنا مش أو الشعب مش بيحب هذا الكلام يعني، أو مش لم تستوعب بعض. لم يستوعبوا بعض. طيب هنتابع مع حضرتك اللقاء. أستاذ عاطف عبد الغني وقت مدير تحرير مجلة أكتوبر، نواصل هذا اللقاء لكن بعد أن نتحول لوقفة إخبارية موجزة مع زميل محمد ترك، ونتابع بعدها هذه الحلقة من القاهرة. اهلا بكم من جديد، وبجدد التحيه لضيف الكاتب الصحفي استاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجله اكتوبر. استاذ عاطف، حديثنا متواصل عن مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد واهم الموضوعات التي قد نراها مطروحه خلال الفتره المقبله. حضرتك اشرت الى ما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء وايضا قانون الايجار القديم، لكن هناك ايضا ربما يتعلق بالمخططات العمرانيه والاحوزه وفعاليه القرارات التنفيذيه المتعلقة بالأراضي. هل نتوقع رؤية يعني الجديد في هذا الموضوع بالتحديد؟ طبعا رؤية، طبعا يعني أنا عايز أقول إن يعني الحكومة شغالة في مسألة البنية التحتية وشغالة في مسألة تنظيم والتخطيط العمراني بشكل كبير جدا، ودي يعني السيد الرئيس بيوليها اهتمام كبير جدا، وبنشوف الجولات النهارده كانت في جوله للسيد رئيس الوزراء بيشوف المنشآت والبنيه التحتيه والمنشآت والكباري وغيره. السيد الرئيس في يوم اجازته حتى بيخرج وبيمر على كل هذه المشروعات وتخطيط سواء العاصمه او المدن الجديده او غيره. يعني احنا بنعيد صياغه العمران كده، لو يعني جاز التعبير، بنعيد صياغه العمران في مصر كلها، ليس فقط ان احنا نتعامل مع العشوائيات، ولكن حتى الاماكن المخططه مع الزياده السكانيه ومع الزياده العمرانيه ومع التوسع العمراني اصبحت هناك ازمات عديده. بنحاول الحكومه والدوله بتتدخل عشان تعيد صياغتها وتعيد بنائها وتخطيطها مره اخرى، ومن هنا الدوله مهتمه جدا بهذا الامر، الحكومه مهتمه جدا. انا قلت الاول الدوله ثم
الحكومة، لأن الدولة مؤسساتها أوسع من الحكومة يعني. فالدولة والحكومة مهتمين يعني، والسيد الرئيس طبعا على رأس الجميع يعني، مهتمين جدا بهذه القضية، وكل يوم بنشوف فيها جديد وما يستجد من تشريعات ممكن تبقى محتاجها، زي كده قانون المخالفة أو التصالح على مخالفة البناء، ثم التعديلات اللي دخلت عليه، زي قانون الشهر العقاري وعندما طرحناه، ثم التعديلات اللي دخلت عليه ودخل السيد رئيس الجمهورية وطلب تعديل القانون، ثم عشان لغاية ما نعدل بقى القانون خففنا على الناس الوطأة والعبء، وعملنا مبلغ مقطوعي صغير ما يثقلش كاهل الناس، الثروة العقارية، وان احنا نسجل الثروة العقارية المصرية في الشهر العقاري ده مهم جدا، وشايفين الحملة او الحكومة عاملة حملة اعلامية في هذا الشأن. عايزين نقول من الكلام يعني انه هذه المسألة مهمة جدا، مسألة التصالح على مخالفات البناء مهمة جدا، مسألة عدم التعدي على الأراضي الزراعية مهمة جدا، مسألة استعادة الدولة للأراضي المنهوبة او الثروات المنهوبة للدولة مهمة جدا، عشان الدولة يعني ده مش عايزين نقول ده مش مراسل حاضر فقط، ولكنه كمان مراسل أجيال قادمة وثروات، ولازم نحافظ عليها. ملفات هامة كالصحة والتعليم، ما هو المتوقع لها أيضا في الفترة المقبلة، خاصة التعليم؟ ودائما نتحدث عن رؤية جديدة وتطوير لهذه الرؤية المتعلقة بالتعليم، ويعني كانت هناك عبر السنوات الماضية تغييرات سريعة ومختلفة في هذا. يعني أنا لو عايزة تتكلم عن التعليم تحديدا، أنا مش شايف أنها يعني أزمة تشريعية بقدر ما هي أزمة فنية أو أزمات تقنية وفنية، بمعنى أن إحنا التشريعات بتاع التعليم موجودة وكتيرة جدا وخلاص يعني مش عايزين نتكلم فيها، لكن ومش الناس ما بتشتكيش منها، لكن هي العملية التعليمية نفسها، المواد، طريقة الامتحانات، إحنا كان يعني مسار الأربع خمس سنين اللي فاتوا كانوا في شد وجذب كثير جدا، خلينا نتكلم بصراحة وبشكل صريح في الرأي العام وعلى مستوى أولياء الأمور والأسرة المصرية، كان هناك شد وجذب كثير جدا ما بين وزير التعليم في الحكومة في السابق يعني، وبين الأهالي وبين الأسر وغيره، وهو كان لديه طموحات كبيرة، وأنا شايف أنها كانت طموحات مشروعة، لكن الطريقة والاستعجال فيها كان صعب شوي، وعدم التركيز يعني اشتغل على ضلع المناهج، على طلعة المثلث يعني، إذا قلنا العملية التعليمية مثلث ثلاث أضلاع، التلميذ والمدرس والمنهج أو المنهج يعني أو الطريقة، فهو اشتغل على ضلعين وساب الضلع الثالث اللي هو المدرس ده يعني، ومن هنا العملية التعليمية اكتنفها بعض المشاكل واشتكت منها الأسرة بشكل كبير المصرية. الوزير اللي موجود أو الدكتور حجازي اللي استلم المهمة من أشهر قليلة، بدأ برتم هادي، بدأ بطمأنة الناس، بدأ ب انه يعني هو مش هنرجع تاني ان شاء الله باذن الله، مش هنرجع للقديم، لكن في طموحات، لكن بالتدريج وبهدوء يعني، وبدا يركز على ان المدرس مهم جدا في العمليه التعليميه، وبدا يركز على انه يعيد التدريس، عمليه التدريس للمدارس مره اخرى يا استاذه ليلى، لانها كانت خرجت بره المدارس خالص. ده على مستوى التعليم. على مستوى الصحه، خلينا اقول لك في يعني يمكن الازمات بتخلينا بنجري مش ملاحقين، بنجري ورا الجوائح وغيره، بنحاول يعني جائحه كورونا بالذات والاجراءات اللي كانت منوط بيها، لكن ده ما يمنعش ان في شغل كتير جدا برضو الحكومه بتقدمه، وده يمكن احيانا بيكسر الاطار التشريعي فيما يخص الحالات العاجله، التوصيه الرئيس على طول في العمليات العامه، مفيش قائم انتظار، مفيش غيره. اهم ما في مساله الصحه هي قانون الصحه، التأمين الصحي ده، انا كنت كل ما اطلع في برنامج اتكلم عليه، ده مهم جدا هذا المشروع، انا شايف انه يعني ده هو ده اللي هيعمل استقرار في مصر كلها. احنا مصر للاسف الشديد عددنا كبير جدا اللي هم مفيش خارج مظله التامين الصحي، التامين الصحي بمعنى الموظفين لديهم تامين صحي، الجيش، الشرطه، غيره كله، الا ان في عدد كبير جدا من المصريين، يعني انا شايف انه ممكن يعدي اكتر من نصف العدد المصريين 60% مثلا خارج مظله التامين الصحي بمفهومها الشامل. قانون التامين الصحي والشغل عليه والمشروع واللي بدا
وخمس محافظات او سته اشتغلوا شغالين في الحدوته دلوقتي في هذا بهذا القانون تحت مظلته، منهم التجريبي ومنهم اللي دخل بالفعل يعني واشتغل. احنا يعني يا رب يا رب يقدرنا ونعجل كمان بالمده اللي هي الباقيه عشان القانون يشمل ويغطي مصر كلها. انا بشكرك شكرا جزيلا. في النهايه الكاتب الصحفي الاستاذ عطف عبد الغني مدير تحرير مجله اكتوبر، شكرا على وجودك معنا وحوارنا ولقاؤنا الثاني مستمر معكم نتحدث فيه عن التعليم مع بدايه عام دراسي جديد، لكن بعد الفاصل.